بالنسبة للحكم انه مزيان الى وقفوه بالنسبة عام، وقال كاع يقدر يوقفوه احسن كاع اكثر من عام، حيت اخطاء ديال التحكيم اللي كان ذاك النهار كانت بيلانتي كاع واضحة وما حسبهاش، ونتمنوا يوقفوه بزاف. هذا اسميتو ديال الحكم اللي هو شد الموقف ما بين الفريقين، هو موقف ديجا عام، وكيفاش هذا السيد هذا جا وطيح الراجل اللي هي واحد الفريق عارق وكذا الى اخره، ما عندنا علاش نكملوا وعلى هذه الهضره ديالهم وداك الشيء. المهم هاد الناس هادو راه لا اله الا الله محمد رسول الله، لان هذا بعد ما خصوش كاع يحكم عندنا هنا في المغرب كاع نهائيا، لا غادي يحكم يمشي لشي دوله لنا اقصى الى اقصى درجه من هاد الشيء. اما الرجاء راه هي معروفه، هي والوداد هنا كاع ماشي غير هنا في المغرب دوليا، ولهاد الناس هادو راه ما كيقتلهم غير هاد الشيء ديال الحكام اللي كيقضيو عليهم. التوقيف ديال الحكم الكاميروني، التوقيف ديالو ما يفيد الرجاء البيضاوي بوالو، لا يسمن ولا يغني من جوع. حنا بغينا حنا المباراه تعاود، لان المباراه كانت رجاويه، كانت 3 بوان ديال فريق الرجاء البيضاوي، وهذا الحكم هذا جا دار فتنة بين المغاربه ومشى في حالاته، الله ياخذ فيه الحق ورحمه الله. بالنسبه فيما يخص توقيف ديال الحكم الكاميروني اللي حكم الرجاء ضد بركان، صراحه يعني قرار غير منصف. علاش؟ لان الرجاء بالنسبه لهذاك الماتش بالضبط هو حاسم بالنسبه له، لان 3 بوان اكثر من اي حاجه، يجب اعاده مجموعه من المسائل خصوصا في الكره الافريقيه، لان الكره الافريقيه تعاني بشكل كبير. كما يجب التذكير بان فريق الرجاء البيضاوي يتعرض لمجموعه من المضايقات فيما يخص الملعب، فيما يخص الجمهور، فيما يخص مجموعه من القرارات التعسفيه. يجب، انا كوجهه نظر ديالي، يجب القطع بايد من حديد في جميع القرارات المستفزه لفريق الرجاء وفريق الرجاء البيضاوي كبير. توقف اخويا غيصلح الرجاء، ولكن اخويا اش غنقول لك، هذاك الحكم خصو يتوقف نيت نعمر كلمه نهائيا كاع. راه اخويا خاصها تعاود 100%. ايوا كون كان الفار هادشي ما غيوقعش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.